اوف عليك والهدف العالمي الطاير. انا الفوز كان خياري الاول. اللعبة هتتعب شوية بس في الاخر مين اللي يكسب؟ الجماهير. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين، النهاردة معانا سلسلة المستر ليك في لعبة بيس 2020 الحلقة الخامسة. شباب النهاردة هنستكمل المباريات في سلسلة المستر ليج والعودة للمستر ليج شباب. وعندك على طول نروح للمباريات القادمة. هنلعب المباراة على طول يا شباب. عندك هنا تيشيرتات هنلعب على طول اهل جدة السعود يا شباب. هنلعب مباراة مع اهل جدة السعود على طول في دوري ابطال اسيا على طول يا شباب. تبدأ معانا مباراة شباب على طول، مباراة الاهلي السعودي واهلي المصري يا شباب. الدرب الاهلاوية الاهلي السعودي يعمل الاهلي المصري، اي فريق سيفوز في هذه المباراة الافتتاحية في دوري الابطال. على طول يا شباب نلعب مباراة شباب على طول، على طول ندي الكورة الاهلي. الاهلي على طول، الاهلي تقدم، الاهلي تقدم. اليوباجي عندك، اليوباجي اسف مع الاسف شباب، اليوديونج والهدف ده الهدف لم يأتي شباب مع اليوديونج. قعد تمريرة وقطع نص الملعب. على طول ينطلق ويسدد تسديدة الاهلي جدة، اول تسديدة لنادي الاهلي جدة. تسديدة هنا وتسديدة هناك والماتش يشتعل. على طول ندي الكورة على طول اللعب. عمرو السلية يدور ويشوف هيديها لمين. عمرو السلية اتقطع منه. عمرو السلية يديها لكن تدخلها. يخلص شباب الشوط الاول بالتعادل 0-0 للنادي الاهلي. 0-0 على ارض النادي الاهلي، استاد القاهرة، استاد القاهرة الدولي يا شباب. انطلق. ان شاء الله شباب الهدف يجي في المباراة في الشوط الثاني. احمد متولي، متولي اوه متولي واه يا متولي يا عليك يا لاعب. التسديدة اللي سدد اللاعب مين؟ يعطينا الهداف اللي سدد الكورة. على طول من متولي ينطلق في انطلاقة شباب، لكن تسديدة خارج بالسنتيمترات، سنتيمترات خارج الملعب. هتقول انطلق وشريف والهدف. الهداف يسجل الهدف، الهداف محمد شريف، عالمية من محمد شريف وتسست ولا اروع من مجدي قفشة، اللاعب العالمية قفشة. على طول إلي ديانج يديها لقفشة، وقفشة يديها ما يسميش ويديها على طول لمحمد شريف. محمد شريف قال له قفشتها لك. عندك لاعبين السعودي، يخرج لاعب ويدخل لاعب، واحنا كمان عايزين المرة الجاية بقى نحاول نجيب لاعب ننزل الملعب. عمر السومة ان شاء الله نحاول نجيبه شباب. عمر السومة ده على طول انطلق حلو، ولكن تيجي في المدافع اوف عليك، لكن تيجي بره عند اللاعب الحارس. وبكده شباب نكون فوزنا في المباراة العالمية. 3 دقايق ضايع، عدى الوقت شباب. احنا عايزين ننزل برضو لاعب، مش كل برضو هم اللي هنزله برضو. نزلي لاعب يا معلم، نزلي اوتر بول يا مشينا. نزلي كهربا ينزل كده يعمل اي حاجة. انزل كهربا في الدقيقتين دول يعمل لك اي مصلحة. اختار محمد طاهر ونزول كهربا. انزل كهربا يا عم احنا هنديها سلامات. تأسيف
يا ترى الكهرباء يعمل اي حاجة اول ما ينزل؟ يا ترى الكهرباء يعمل اي حاجة؟ لا ما عملش اي حاجة وكسبنا الماتش يا شباب، كسبنا المباراة. تأهل يا شباب، تأهلنا الى المباريات القادمة في دوري الابطال. تأهلنا، عندك هنا كنا احنا على السعودي 1-0. مرحلة المجموعات احنا لعبنا ست لعبنا الكام ماتش دول، تأهلنا شباب عن جدارة. عندك مباراة غزل المحلة شباب في الجولة التاسعة، هنتخطى المباراة ديت، هنعمل لها تخطي. ويلا ايه اللي حصل، ايه اللي حصل؟ التعادل 1-1، لسه احنا 19 والاسماعيلي 19 نقطة. هنلعب هنا الاتحاد السكندري، هنلعب المباراة دي شباب. شباب نبدأ مباراة الأهلي المصري ضد الاتحاد السكندري في مباراة عالمية في الدوري المصري من دربية الكرة المصرية كلاسيكيات الاتحاد والأهلي. على طول يا شباب هنلعب النهارده بالتيشيرت الأزرق، التيشيرت الأزرق للنادي الأهلي على طول يا شباب. ونبدأ على طول على بركة الله المباراة في الجولة العاشرة من البريمير ليج، الشبشن بريمير ليج. على طول يقطع الكورة، يقطع حلوة 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 حلوة، لكن تقطعها في نص الملعب. يقطع، لكن التدخل من مين ده؟ مين اللاعب يتدخل؟ شكله قفشه ولا مين؟ علي معلول، وما ادوش كارت اصفر الحمد لله الحكم المصري. على طول ما خدش كارت اصفر. ويلا هجمه، ايه ده؟ الحارس اللي طالع شباب، الحارس اللي طالع فرصه ما تتعوضش. يا رب بقى يجيبوا الحارس النهارده، بس دي صعبه شباب، دي صعبه. ممكن يسجلوا هدف. الحمد لله. انت اصلا في فيفا بتاع. يلا شريف اتعدى، شريف اتعدى شباب. اقطع، عدي يا صبري رحيل. والهدف من محمد شريف الهداف، هداف الدوري لحد الان محمد شريف. الهدف الاول من محمد شريف يا شباب، سجل هدف على طول ويسدد. تسديده حلوه شباب من محمد شريف، والهدف واسيست ولا اروع من صبري رحيل على طول. قطع حلوه، لكن فاول، ركله حره للنادي الاتحاد. الحارس برضو احلى حاجه، هنفضل نعمل فاولات لغايه ما هم بيسيبوا الحارس. قطع اعمل فاول هنا عادي. على طول شباب بيخلص الشوط الاول بنهايه المباراه ب 1-0 للنادي الاهلي عن الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري في مباراه في استاد القاهره الدولي، ودع طول الماتش. بص اوعى تدي كارت اصفر او طرد، دخل الحارس بقى، حط الحارس، ما كسرهوش. اوفسايد، حاسم اوفسايد بس مش اوفسايد. والشحات والجول في الدقيقة 86، الدقيقة بتاعت القاضية ممكن اخت ال 85 على طول. والهدف من الشحات، هدف من حسين الشحات يا شباب على طول في البعيدة، حطها له اسيست ولا اروع، وهدف من حسين الشحات بوش رجله البعيدة على طول ينطلق. وتغيير من مين ده؟ الاتحاد السكندري، تغيير الاتحاد السكندري اللي عملها كده يا شباب. وان شاء الله الهدف، ان شاء الله الهدف والهدف ما يجيش. ورمي التماس للاهلي، رمي التماس اخر دقائق، الاهلي متقدم 3-0.
3-0 3-0 يا شباب. اوف عليكم الهدف العالمي عالطاير، الهدف العالمي عالطاير يا شباب من دم طاهر محمد، طاهر محمد، طاهر يا عالمي يا طاهر. الله عليك جول في الدقيقة 95، الوقت وضل ضايع، اخدين الوقت وضل ضايع على طول، بيديها له الشحات وعالمية من طاهر محمد طاهر، وهدف عالمي عالمي يا طاهر، عالمي يا طاهر على طول. وانتهى الماتش يا شباب بفوز النادي الاهلي 3-0 3-0 يا شباب، 3 بليش على نادي الاتحاد السكندري في مباراة الاروع من الدوريات المصرية، في هدف رائع في هذه المباراة. 4-0 4-0 4 بليش على طول يا شباب، نبقى في المركز الكام؟ في المركز الاول على طول. المباراة الجاية مع مين؟ مباراة كده متأهلين وصاعدين، فاحنا هنتخطى الماتش دوت كده كده، ده دوري ابطال اسيا، عشان نوصل كاس العالم للاندية لازم نلعب دوري ابطال اسيا افريقيا بقى اي دوري. هتقول انا هنلعب الجونة يا شباب، الجونة نادي الجونة، هنتخطى الماتش يا شباب عشان عندك ماتش معانا، نتخطى الماتش نتخطى الماتش. كسبنا خسرنا يا شباب للاسف، خسرنا وبقينا في المركز الثاني تساوي مع الثلاث فرق الاسماعيلي والبيراميدز والاهلي والزمالك، مش باينه في ليه في الاول الزمالك. عطول يا شباب مباراه الجوله 12 مع ال وادي دجله، هتخطى برضو ماتش وادي دجله شباب، ولا نتخطى ماتش وادي دجله ولا نتخطاه؟ نلعب ماتش وادي دجله، نلعب ماتش وادي دجله، وادي دجله حلو مش حلو مش هنايم يعني، احنا نتخطى العب وادي دجله على طول على طول. مباريات الدوري المصري شباب في النهائي، لا مش نهائي، نهائي الدوري المصري بين الاهلي ووادي دجله، في مباراه تعليق فهد العتيبي وادي دجله، وادي دجله بتشيرت ده حلو، احب تشيرت وادي دجله الاصفر في اسود ده بحبه، عشان كده ايه هلعب ماتش وادي دجله مش هتخطاه، عشان زي ما انتم شايفين الجونه الضعيفه كسبت الاهلي تعرف ازاي، بس احنا لسه على المقدمة برضه بالتساوي مع كام فرقة. اقطع عامل علي معلول بيقول له اديني الكرة، خد الكرة طاهر محمد اللي اتقطع منه. ان شاء الله شباب ناخد كأس العالم للأندية بجول الاهلي. طالق هو تسديدة ولا تصدي من الحارس، ركنية على طول النادي الاهلي، كورة راسية لكن بعيدة، والهدف الهدف من محمد شريف على طول، محمد شريف الهداف يهدف الاهداف على طول. عندك كرة محمد شريف جانشين على طول، يديها راسية رجعها تاني، قلت الكرة دي تبقى هدف على طول، وعلى الطايرة يديها له على طول في البيت. 1-0 الدقيقة 30 شباب على نادي وادي دجلة، اوفسايد ربما تكون اوفسايد اكسر، ولا هدف، هدف واسيست عالمي وهدف، مبقاش اهناني وشاط في الكور وجاب هدف، وطاهر محمد طاهر سجل هدف شباب، هدف لطاهر محمد طاهر على طول، هدف عالمي يا شباب من طاهر محمد طاهر طول، اديها له يسجل هدف. ويصف الحكم بنهاية الشوط الاول بيفوز الاهلي 2-0. وانطلق على طول شباب للشوط الثاني، بس عايزين ننزل مين؟ قلنا ننزل مين في الشوط ده؟ عايزين ننزل كينو يا شباب، كينو عشان ايه بقى ما يلعبش كينو، وننزل نريح محمد شريف، وننزل صلاح محسن، ونلعب المباراة على طول، نلعب الشوط الاول على طول الشوط الثاني، وعلى طول نزول اللاعبين على طول، طاهر محمد طاهر
انزل كليك. عطول وصلاح مين ده؟ صلاح محسن. مين اللي سجل؟ صلاح محسن. صلاح محسن والهدف، هدف صلاح محسن يا شباب، هدف عالمي لصلاح محسن. ينزل ويجيب هدف على طول. هذا التنزيل الرابع او المنازل اللي الجون قطع وانطلق. انفراد ولا هدف؟ هدف من حسين الشحات على طول بعد انفراد وتمرير الاروع، هدف لحسين الشحات على طول. حسين الشحات شباب بيسجل هدف على طول. شاب حسين الشحات يسجل هدف في الثالث نادي الاهلي الرابع او الثالث على طول، يسجل هدف على طول من على طول ما يسميش على الانفراد ويسجل على طول. على طول ينزل رودني ولا مين ده؟ رامز ينزل. راح فين؟ مش الاهلي اللي يجي فيه جون شرف، ليس الاهلي اللي ياتي فيه جون شرف. وعلى طول صفره النهايه شباب باعلان فوز الاهلي 4-0 ارباب ليش على نادي الوادي دجله. قلت لك انا ما العبش وادي دجله، قلت لك اتخطى وادي دجله، ما سمعتش كلام. على طول يا شباب نلعب ماتش وادي دجله 4-0 وعوده الصداره لنادي الاهلي، عوده الصداره للنادي الاهلي. هتقول عندك هنا مباراه الجوله السادسه مع نادي الدحيل القطري، احنا كسبينكم كده كده، فاحنا كده صاعدين، تخطي المباراه يا شباب، تخطي المباراه. ومين اللي فاز؟ فوزنا ولا ايه؟ هتقول عندك هنا الاهلي 1-0 ضد الاتحاد. نشوف ايه اللي حصل، مين اللي صعد ومين اللي نزل. عندك هنا الاهلي المصري صعد ووادي الاهلي السعودي صعد معاه، وعندك هنا بيراميدز صعد والتعاون صعد، وعندك هنا فرق تايوانيه وكده مجموعتنا العربيه، عندك هنا انبي صعد والنصر السعودي صعد. فوز الزمالك للاسف شباب مع انه كان 7 نقط زي السد، بس فارق الاهداف طلع الزمالك من البطوله. كان نفس الزمالك يلعب عشان يلعبوا نهائي القرن، لا ما ينفعش. هنا عندك المجموعات العربيه بتلعب في حته، المجموعات الشرق اسيا بتلعب في حته في دوري ابطال اسيا، نظامها مش عارف غريب يمنع اي نهائي قرن يحصل بين الدوري السعودي حتى. وعندك هنا نلعب ماتش مع اهلي البنك، بنك الاهلي نتخطاها على طول يا شباب، عشان هنلعب ماتش الكاس مع الاسماعيلي، هنلعب مباراة الكاس شباب مع الاسماعيلي. وعندك هنا نزلنا مركز بس يعني نصعد عشان ده هيخسر كده كده سيراميكا دوت كده في اول، بنسخنه لسه في اول الدوري. وعندك هنا مباراة الكاس، مباراة من الكلاسيكيات، الاسماعيلي والاهلي في كأس مصر شباب. بقول لك ايه يا باشا، الكلام ده مش هينفع معانا، لازم نظبط الكلام في ماتش الكاس، عشان ماتش الكاس دوت انت عارف الكاس كل الناس وكله عايز يتعادل لاخر دقيقة مع الاهلي عشان يلعب بلانتيات ويطلعنا، لكن مش هينفع الكلام ده. لازم في اول مباراة نجيب اهداف، لازم نجيب اهداف في اول مباراة. الثالثة شمال رايح تسمع، والاهلي نادي بلادي هتقول تشجع مين؟ هيجي بالملايين، احنا الجماهير، احنا الملوك الحتة دي. ومال الثالثة يمين فيش حوش جايين مش عارف تحوش. عطول شباب نلعب عطول مباراة الكاس، مباراة كاس مصر شباب الى المباراة عطول على بركة الله نبدأ دي مباراة الاهلي والاسماعيلي في كاس مصر شباب كيرو انترناشونال ستاديوم الكاسات الكهرباء الدولي. تعليق فهد العتيبي في هذه المباراة شباب الاهلي والاسماعيلي. عندك هنا عطول دخول الحكام ودخول لاعبين الاهلي ولاعبين الاسماعيلي في مباراة رائعة من مباراة كأس مصر شباب. عطول نشيد الوطني للنادي المنتخب المصري والمصر شباب.
في تشكيل الاهلي محمد شريف في الهجوم، حسين الشحات على الميدان، وطاهر محمد طاهر ومجدي افشا وايلي جونج وعمرو السلية، وعلى الدفاع علي معلول وبدري منون، وعلى طول في هجوم الاسماعيلي احمد مدبولي، حازم مرسي، وجيه عبد الحكيم، مدحت فؤوسة مدحت فؤوسة على طول، وعندك هنا لعب فؤوسة، وعلي معلول بيقول له بس صلاة انت ايه الدنيا، حسين الشحات تقول له تمام، وعلى طول ركلة البداية، وعلى طول ينطلق المباراة، على طول في مباراة تاريخية من كأس مصر شباب. هي بتعمل ايه؟ اول اولها كده من اولها كده بتقطع الكورة من النادي الاهلي، على طول اقطع اطول بينية، لكن ما تجيش اطول كده، لسه بنسخن الماتش زيادة، سخنان كده الاسماعيلي عايز يجيب هدف ولا ايه؟ الاسماعيلي سخنان على طول في المباراة، انطلق حلوة لا هو جت في لمسة يد لسه ما كانش يقصد، حلو على طول لطاهر وتسديده، لكن اي على الكره في القائم، كره في القائم بعد انفراد يعني للاعب طاهر محمد طاهر، كره في القائم لكن التفلسف ولعبها ارتو لكن تضيع، فلسف زياده عن الزوم. ونهايه الشوط الاول شباب بفوق بتعادل سلبي مع الفريقين، ونزول على طول الماتش قطع شالاباسك على المشي، حلوة والهدف. متابعة من مين ده؟ مين اللي تابع الكرة؟ محمد شريف ام مين؟ ام طاهر محمد طاهر اللي هو تابع الكرة شباب، ويسجد على طول، شكرا لله على التسديدة، وتيجي على طول التسديدة ويدافع عن كونسان الاهلي ويستعدد على طول يا شباب. طاهر محمد طاهر يسجل هدف ويشعل المباراة، اشعلوها احرقوها، على طول نديله الكورة، نديله حسين الشحات الكورة والهدف، هدف من الشحات البدايات، ملك البدايات مع مصر المقص حسين الشحات، والعين لمراتي وخبرات كأس العالم للأندية، بخبرات العلوم وخبرات كأس العالم للأندية، يحطها الشحات على طول في البعيدة على الحارس، بلا فلسفة بلا أي شيء، على طول حسين الشحات يحطها، خد الكرة اديها له افراد، ويصفر الحكم بنهاية المباراة، وفوز النادي الاهلي 2-0. عندك هنا فخر الدين يوسف لاعب النادي الاسماعيلي، على طول شفت مين ده اللاعب؟ طاهر محمد طاهر سبب معايا اهداف الفوز، الهدافين طاهر على طول، الاهلي تاهل لدور ربع النهائي في كاس مصر شباب. هنلعب مين احنا كده؟ هنلعب الانتاج الحربي في مباراه الربع النهائي، وعندك هنا دور 16 شباب، دور 16. بص يا شباب، احنا هدفنا الاول والرئيسي الفوز على الفريق النصر في الدوري الابطال، نعم انا قلق لهذا الارهاق للاعبين، لكن الفوز كان الاساسي، هو الفوز في هذه المباريات، لكن ان شاء الله في المباريات القادمه ساريح بعض اللاعبين ومنهم طاهر محمد طاهر بعد التفوق في الدوري الفارق، سنريح بعض اللاعبين ان شاء الله، وساريح بعض اللاعبين في هذه المباراه في الدوري، واعتقد كان الفوز هو اولوياتي هي كانت الفوز شباب، فاختار خيار الفوز، طبعا الفوز كان خيار الاول يا شباب، انا لكن الفوز كان خيار، انا الفوز كان خيار،
في الاول. اللعبه هتتعب شويه بس في الاخر مين اللي يكسب؟ الجماهير. الجماهير هي اللي بتشجع الفريق. وبكده يا شباب كان الفيديو بتاعنا خلص. من الساس تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وشارك الفيديو وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. عايزين نوصل الفيديو ده 100 لايك. 200 لايك شباب. عايزين نوصل الفيديو 200 لايك. متنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان الحلقات الجديده توصلك على طول. تفعل زر الجرس واعمله الكل يا شباب. اوكي كنت بتاع خلص. من الساس تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. وسلام.